صباح الفل على المصريين، ويا رب كده بلدنا تكون في احسن حال. لو عايز تحمي ابنك او بنتك من اي فكر متطرف، من اي حد ممكن يضحك عليهم يدخلهم في سكة ادمان يضيع مستقبلهم، خلوهم يقروا، مسكوهم كتاب من اول ما يبتدوا يتعلموا القراية، وخلوهم يقروا، علموهم ان ما يبقاش عقلهم ملغي. ده الطريق اللي يحفظ أولادنا من أي فكر متطرف أو من أي سلوك خطر. أكتر حاجة تجنن اللي قدامك إنه ما يقدرش يسيطر على عقلك. خلوهم يتفرجوا على برامج علمية وعملية، ساعتها عمر ما حد هيقدر يسيطر عليهم. وتحموهم وتحموا مستقبلهم. تحرير العقول بيبني الدول، لأن الفكر هو الطريق للنجاح، واللي بيشغل عقله بيستخدمه عمره ما بيكون أسير لإنسان متطرف أو إنسان سلوكه سيء. صباح الفل عليك.